الرياضة مهمة قوي، مهمة جدا، بتحسن الدورة الدموية، بت 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 بتحسن بتحسن كفاءة أعضاء الجسم كلها بما فيه العضو التناسلي، الأعضاء التناسلية بتاعت المرأة والرجل، تمام، عادات الأكل، الدهون الكتير، الأكل السريع بقى، جنك فود والحاجات دي طبعا لها عامل أساسي. يا ستي عايز تاكلي برا كل حاجات صحية، فراخ مشوية، كباب وكفتة، هي الموضوع مكلف بس اهو ما بلاش الحاجات المصنعة، خلاص يا دكتور بلاش الحاجات المصنعة. الحاجات المصنعة دي انا ما بقولش ما تاكليهاش، بس في ناس مدمنة عليها، مدمنة يعني، وتلاقي الكوليسترول بتاعها عالي وكلام حتى بتيجي تشتكي تخمة، كلام من ده. طبعا ده كله عليه تأثير، حتى زيادة الوزن، طبعا زيادة الوزن بيقلل من كفاءتي، حتى لما اجي اعمل حقن مجهري بضطر اعلى بجرعات التنشيط بسبب زيادة الوزن، تمام. ده بالنسبة برضو للراجل والست. التدخين بقى، التدخين ده احنا البعبع بتاعنا، واحد بيدخن يجي تقول له قلل التدخين لو سمحت، يرد عليك يقول لك ايه، لا انا صاحبي بيدخن اكتر مني علبتين، خلف 15 خلاص وعنده 3 عيال ولا 4 عيال، ما تقوليش التدخين بيأثر. الجواب هنا ايه؟ كل واحد له استعداد في جسمه. انا عندي واحد ممكن يدخن شهر شهرين يجيله زبحة، يجيله ضغط عالي، ويجيله مشاكل، سيبك من الحمل والخلفة، صحيح. وممكن واحد بيولع سيجارة من سيجارة خلاص ويعمر يعدى 80 سنة، هو يبقى عايش بمشاكل بس جسمه عارف يتعامل معها. انا ايه اللي بقى هنا الفيصل بتاعي؟ تحليل السائل اللي هو بقولك عليه، اللي هو DFI، اللي هو بحلل الدي ان اي، المادة الوراثية الموجودة في الحيوان المنوي. انت التدخين مأثر ولا لا؟ ابحاث كلها اثبتت انه التدخين بيأثر، بس بايه؟ بنطاق مختلف. يعني عند هشام انا 30-40% بيأثر، عندي عندنا لا ممكن يوصل ل 70-80%، خلاص تختلف طبيعة جسم. فالتدخين ده اساسا لازم نقلله، خلاص، على الرغم من انه بيقول لي صاحبي واخويا ومش عارف ايه ومفيش مشكله، انت استعداد جسمك لا مش عارف يتخلص من السموم اللي بتخش جسمك، صحيح. فمأثره طبعا على الحيوان المنوي، ودي ممكن تعمل اجهاض، مش بس منع حمل، اجهاض، وممكن تعمل مشاكل في البيبي بعد كده، بالذات لو كمان المراه بتدخن، دي مشكله عشان البويضه. حيوان منوي دايما بسميه انا شخصيا حمال اسيه، هو منوي لحد ما بيستحمل، حتى لما بنخرجه بره ونجمده ونفكه بيلاقي نفس الكفاءه. البويضه بسميها البرنسس، حساسه قوي، لازم اطبطب عليها. فالست كمان لو بتدخن غالبا الاقي بويضات غير صحيحه، غير صحيه انها توصلني لجنين واللي يوصلني لحمل.